ما دي ادري شو عنده. السطح صافي، السطح تابع ليكم. العمارة هذا من مين؟ ماشي ماشي ده هذا. لا إذا أهلا وسهلا متتبعي قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر هنا مباشرة من مدينة تطوان، وبالضبط بحي مكلاتة القريب من حي أكويلما اللي كتوجد مباشرة على الطريق الساحلية اللي كتأدي لشاطئ أزلا وودلاو. إذا موضوع اليوم متتبعي قناة شوف تيفي حسب تصريحات سيد او المعني بالامر ان مدخنه عشوائيه كتسبب له في ضرر، وانه لما بغى انه يطالب صاحب المدخنه انه يرفع عليه الضرر انه تعرض للضرب، وكيبغي يوجه النداء ديالو للمسؤولين باش انهم يرفعوا عليه الضرر حيت السيد كيعاني والاولاد ديالو كيعاني. تفضل سيدي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل احكي لنا شنو المشكل، كيفاش بدا وعلاش بدا وشنو كتسبب لك هذه المدخنة هذه؟ المشكل هو الفران تغلق، الفران تغلق بغاو يصفيوها هذيك المدخنة. ملي كيبغيو يصفيوها كيطلقو فيها بواحد الشكارة بالحبل، الشكارة بالحبل باش كيطلقوها في وسطها. ملي طلقوها فلتت لهم يعني تغلقت، يعني طاحت لهم ديك المدخنة وتغلقت. يعني ملي جاو بالليل ملي تغلقت ما خصهمش يشعلوا العافية. ملي جاو الخدامة والباترون معاهم واللي مكلف معاهم شعلوا العافية، فهمت؟ حلفت لهم ما بغاتش يخرج، ما عندهمش الطريقة كيفاش يجبدوها. جابوا القرعة في ليسانس كياخذوا ليسانس من فوق كيعطوا العافية، ديك الدخان كيدخل لهم للدار. هاني كيف ديك الدخان كيدخل من الدار. هل انا ما رديتش البال في الاول، يعني خليتهم قصيات تغلقت بالعشية، يعني قلت صافي غادي جبدوها وهادي. مع العصر اللي كانت في الدار هي اللي ناس هنايا، انتما كتشوفوا الماحد ديال الناس العصر اللي كيكونوا العصور، كانوا لقى الدار كحلى بالدخان. يعني الشراج بقى خليهم مفتوحين على حسب الحرارة، ساكنين فوق المخبزة ما تقدرش تشد الشراج، ما تقدرش تبرد الدنيا. العيال مخلوقين، يعني واحد عنده عام واحد عنده 3 سنين، العيال واحد الحالة يوصى لها. نهضت المرا كتحايح، كانت في الحمام خرجت جوز الدنيا كحلة عيطت ليه، ما قدرتش يصبر. هو كان حيح عليهم، انت علاش عطيتو العافية؟ قال واش عطيتو العافية؟ قال لك شي منيا مغلوقة. هو ما تفتحو على شي، ما تشعلوش العافية حتى تفتحو المشكل عاد تشعلو العافية. ايوا زايدين الهضرة، يعني من حقي انا في ساعة الغدا ما كنقدرش نتحكم في نفسي، انا كنحيح على حقي وعلى ولادي. يا تشابكنا مع بعضياتنا من هناك، جاو تحاملوا عليا، تعرفوا لي سيدة يعني في هذه الدولة. وهذه فين ضربوك؟ فين ضربوك؟ هاتني كتشوف الضربة بعيني، هاتني كتشوف يعني الحقرة هذه، يعني اللي كيهضر الله حقه في هذه البلد كيكون الطاق وصافي. يعني هاد الناس هادو ما كيعترفوش بالقانون، كيقولوا عندهم النفوذ وعندهم الفلوس، يعني الدرويش تحت الصبار هما يقدروا حتى شي واحد. والله كنطالب المسؤولين يعطيو لي حقي في هذه البلاد هادي ويشوفوا لي الحالة. يعني انا ما قدرتش نرحل من الدار هادي، يعني هادي 5 سنين وانا ساكن 2018 وانا ساكن فوقاش. اجي مي جيتي تسكن هنا، واش كان ديجا كاين هاد المدخنه ولا ما كانتش؟ وكان المدخنه، ولكن كنا هنا مجبينو، ما كانش الضرر بحال هدايا. دابا تزاد الضرر، ما كانش الاصلاحات. دابا انت كطالب غير الاصلاح ديال المدخنه. الاصلاح، ويهزوا عليا الدخان ما يبقاش يدخل لي الدار ديالي مره، فهمت كيف؟ ويهزوا عليا الحراره بزاف، الحراره يجيبوا ولا شي حاجه، فهمت كيف؟ وما يقول ليش يرحل،
يعني انا قال خلص اهلي ب 300 مع الدوار ب 500 درهم الكراوي، يقول لي خرج من الدار وابناتي نفس من الدار، وهذا ما كاينش حتى شي راحه، ما كاينش الراحه مره في الدار هذه. بدا يعقل لي الحق، وقف يدبر لي الدار ويعطي لي فلوس باش هاك. يعني تعرض لي سيدة، جينا جو البوليس هبطونا، يعني بجوج منهم تعداو عليا، جو البوليس طلعنا عودنا الولاية الولاية، دونك يطلبو الصلة خصو باغي يخرجو من تماك، يطلبو الصلة المسامحة وتسامحو، يعني البوليس عطلونا حتى شي جوج بالنص، واحد الحالة أنا والصاحبة هادي مبغيتش ينبع تماك، قال لي إلا متسامحتوش غادي يبعتو لهنا، هو ما شنو خصو، خصهم ديك المسامحة وديك الضحكة الصفراء غير باش يخرجو من تماك، غير باش يخرجو. انا قلت صافي غنتسامح معاهم غادي نرجع نخدم مع صح خدام، صافي الخدمه ما عندها حتى شي علاقه مع المشكل ديالهم. دابا انت بيدك خدام في هذا الفران التقليدي. انا خدام، انا خدام، ولكن ملي كتجاوب هذيك غادي يموت وما يبقى خدماني والو. ودابا شنو المستجدات بالنسبه للعمل ديالك؟ قلتي لي بانك بغيتي تلتحق على العمل، هضرنا على هذا. واخا لا تنسى الاخر هو تسالى غدا في الصباح، لا المشكل الدابزه ما دخلش في العمل، ما دخلش المشكل الدابزه مع العمل. يعني انت يعني 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 انت وقع لك اللي كتبغي تاكد عليه ان المشكل ما وقعش داخل العمل. لا يعني بسبب الضرر اللي كتسببوا للمدخل. واخا تفضل. صافي بقى خرجنا من الكوميساريه، جيت دوار تنعس، ها هو سما خدام على ها هو دابا بحال دايما ما تفكر، ها هو جبرت هو قال لي صافي انا موقع في العمل، شاهدت عليه الدراري اللي تماك، الدراري انا هو اللي وقفني العمل. قال لك صافي مشيت حالي ما عطاهوش المندوبية الشغل، قلت له تسيد على البارح غادي نهار ان شاء الله يجي يحضر، نهار لك عندي الموعد معاه اذا بغا يجي، هو شي جا غادي يجيب السيد على الثانية او ما كاين والو غادي يدخل معايا في المحكمة بحال دايما. هذا ولدي انا تاني كتشوف دابا مصيفط المفوض القضائي قال لك انا متغيب عن العمل وسبب له الضرر مادية ومعنوية واقتصادية، والله ما نعرف. شنو الرسالة ديالك للمسؤولين؟ إيوا كنطالب المسؤولين، دابا الرسالة ديالي ما كنشوف الشعب المغربي كيطالبو، كيطالب بيها. كنطالب المسؤولين يجيبو لي الحل، يعني أنا ما نقدرش نخرج من هاد الدار هادي، ما 2018 وأنا ساكن فيها، وما عنديش البديل، وما عنديش باش نخلص باش نخرج. يعني كلشي كيطالب التصفيق وكيطالب شهر الكرا والموظف، وما عنديش باش نخرج انا وانا ساكن في هاد الدار، ما كاينش اللي خارجني منه صافي، وخصني تشوفوا لي الحال، الدار ما يبقاش، انا خصني يتصفى عليا الدار وصافي. وبالنسبه للعمل ديالك بغيتي تلتحق عاود به؟ هو العمل اذا كان قانوني انا غادي نلتحق، اذا كان شي حاجه قانونيه غادي نلتحق، ماشي نرجع نخدم يبقى يستغلني ويحرص بيا عاود، اذا كان شي حاجه قانونيه غادي نرجع نخدم، كانت شي قانونيه ما كيبقى خدمه. لان يعني هاد الناس ملي كترجع تخدم كيقولو هما اللي يعملو فيك الخير، ماشي انت اللي خدام معاهم، هذا خدام مع هذا، كيقول لكم هما اللي كيعطيوك العطار الخبز وكيعملوا فيك الخير وبليزير. ولادك تصابوا بشي مرض كيعانيو بسبب هاد الدخان هذا الصغار؟ هاد الدخان اذا ما تصابوش دابا غيتصابوا مستقبلا، هذا الحساسية يعني، انا مصاب بالحساسية، انا مطلع بالحساسية، ولي صغاري شحال من غادي يكون. صغارين بزاف، واحد عام واحد 3 سنين. والزوجة كيفاش كتعيش مع هذا الوضع هذايا؟ قالت لي بأن الزوجة أصلا مريضة، ضيقة، حساسية، جميع الأمراض جمعته، أكثر من اللي سنيها، عاد الحساسية تصرف الزيت، تصرف الزيت ما تحصرش، قلت لها انت عاد النظافة منعدمة تماما، النظافة ما كايناش، إذا جات شي لجنة راه الله يحفظ الصوم. باقي تزيد شي حاجه شي اضافات شي حاجه شي ضرر اللي كتسبب اللي كتسبب لك في هذه المدخنه هذه؟ يعني الضرر هي ما كنقدرش نمسح الشراجم في هذه الحراره هذه، ملاش واخا الحراره والسك ما كنمسح الشراجم، ما كنقدرش نمسح الشراجم، الدخان وما عندهمش هذيك الريحه اللي خرجت من الفابور، باقي عندهمش هذيك الموتور اللي كيسوق فيه طلع هادشي كامل اللي كتخرج من الزقه وكيطلع من الشراجم، والغابره هانتي هنا كتشوف ها ما نقدرش نطلق شي حاجه مزيانه، انا عملت تفريشه 500 صار قرب 700 صار ما نقدرش نطلق شي حاجه. الراحة ما كايناش وقت تخلص الكراو، أجي نطلعو شوية نصورو هذا التيمينية هذه مين طالعة. إذا المتتبع قناة شفتي في هذه المدخنة اللي كتسبب للعائلة، وهي طالعة مباشرة من يعني من فران التقليدي مباشرة كتمر بالشقة المتضرر.
غادي نحاولوا اننا اذا هذه هي المدخلة اللي كتسبب للعائلة في الاضرار. اذا متتبعي قناة شوف تي في ونطلعوا للسطح، نطلعوا للسطح باش نقول لكم إذا نبقاو معنا متتبعي قناة شوف تي في، فاحنا غادي نطلعوا للسطح باش نشوفوا هذه المدخلة مباشرة للتذكير بالنسبة للمتابعين للتحديد أن أحد المواطنين يشتكي من الضرر اللي كتحل نفسه إحدى المدخلات التابعة لفرن تقليدي هنا بحي مكلتا بتلوان. قوم على متابعي قناة شوف تي في، هي مغلقة بجوج حتى إذا متتبعي قناة شوف تي في، فهذه هي المدخنة اللي كتسبب الضرر للعائلة. تفضل. هانتوما كتشوفوا المشاهدين الكرام، هاد التقنية العشوائية اللي كتسبب لنا في الضرر كتسبب لك الأمراض الولادية، وهي أنا من نهضرو على هاد المشكل هذا اللي كاين في بالك. تسمى موقف، لأنه ما عندهم الفلوس وعندهم النفوذ، وحنا غير عمال عادي مجاراة، يعني الناس تسرقو، هادشي اللي كاين. إذا المتتبعي قناة شوف تي في كيما شفتو، فهادي هي المدخلة اللي كتسبب الأضرار لهاد الأسرة الصغيرة اللي عندها أطفال صغار مريضين بالحساسية، تسبب بالحساسية، وكيوجه رسالة للمسؤولين أنهم يرفعوا عليه الأضرار ويرجع للعائلة ديالو. إذا المتتبعي قناة شوف تي في، إلى هنا ننهي هذا البث المباشر، وإلى موعد لاحق إن شاء الله، دمتم في رعاية الله.